السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلاب تانية ابتدائي، أنا سنو، أنا اللي هشرح لكم منهج الحساب السنة دي، وهنشرحه بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وهنشرح من كتاب سلاح التلميذ. هنشرح وهنفهم وهنحل كمان الواجب منه. وقبل ما نبتدي تعالوا نسمع الأغنية بتاعت الجميلة، الأغنية بتاعتي اللي بحب أسمعها كل يوم. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling, 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 falling. هنا عندنا جدول بيقول هنا عد للأمام بمقدار 2. عايز كل مرة هعد 2. لما انت مثلا معاك مثلا او انت بتطلع السلم فبتطلع درجتين بدرجتين، 2 في 2 في 2 حتى تصل الى العدد 50، ثم لون كل عدد تقف عليه باللون الاحمر. يبقى احنا هنبدأ هنا طبعا جايب لك حيوان الايه اسمه كونغو. اسمه ايه؟ كونغو. والحيوان ده بينط مش بيمشي، ده بينط. فاحنا هنلون هنا جايب لك هنا 2، هنط كمان 2 تبقى 4، نعدي كمان 2، نعد كمان 2 تبقى 6، وبعد كده 8، هنعد كمان 2 هيبقى كام؟ 10. بعد ال 10 عد كمان 2، 11 12، يبقى هلون هنا عند ال 12. بعد ال 12 13 14، 1 2 يبقى 14، ها 1 2 يبقى 16، ها 1 2 يا سلام 18، 1 2 20، 20 لما زود عليهم 2 هتبقى كام؟ ها 20 لما زود على 2 هتبقى ها 22. هتقول لي يا عم سنو، انت يا عم الحاج، انت ايه 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 في ايه؟ هات احنا ملاحظين ان المربعات اللي فوق بعضها ديت هي دي اللي بتتلون بس. ايوه كده بالظبط. وهنا برضو 4. لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب لقناه ذاكر الحساب وماس مستر طلعت الغيط، ومبروك عليك جركنين نفط مجانا من قطر، من قطر. 20 وهنا برضو 26 28 30، هزود عليهم 2 يبقى 32، يا سلام 34 36 38 40 42 44 46 48 50 وتكمل. ده الواجب بتاعك، ده الواجب بتاعك. هتلون وكل مرة هت ايه ها هت هت ما ما ايه مش من اللي جاب مين؟ هتلون وتعد 2، اتنينات اتنينات اتنينات، يابا يا حلويات. طيب الصفحه اللي بعديها طبعا ده في موجود في كتاب ال كتاب سلاح ال سلاح الايه؟ سلاح ال من التلميذ، سلاح التلميذ. هنا هنوصل برضو، يعني هنبدا من عند رقم 2 هنزود عليهم 2، 2 زائد عليهم 2 بعد ال 2 4، هنوصل ال 2 بال 4، بعد ال 4 5 6 هزود هتبقى هتوصل بال 6، بعد الستة عد 2 7 8 يبقى انا هوصل بال 8، بعد ال 8 9 10 يبقى انا هوصل بال 10، بعد ال 10 11 12 هنوصل بال 12، بعد ال 12 13 14 يبقى انا هزود بال مين؟ 14. بعد كده انا هزود عند بعد كده بعد ال 14 15 16 يبقى كده 16، بعد كده بزود عليهم 2 17 18 هم وصل لحد 18 18 طبعا. بعد كده ال 20 22 24 20 مين يا عم الحاج انت يا عم الحاج يا سلام؟ لا لا 24 بس كده كده احنا تممنا الشكل. وطلعت لي ايه ده؟ ايه اللي انا ناسمه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. بيقول لك بقى عد بقى، انت بقى هنا جايب لك صور الشرابات وعايزك تعد بمقدار 2، يعني تعد 2 ب2. تمام مش هينفع بقى لما نيجي نعد بنقول 1 2 3 4 5 6، لا ما ينفعش، احنا كبرنا يا باشا، كبرنا والله يا باشا كبرنا. فعلشان كده هنقول دي 2، 2 و2 4، 4 و2 6. هتقول لي يا عم سنون ده بتجيبها ازاي ده؟ ولا بتعملها ازاي ده؟ ولا ما بص بسرعه كده، احنا اتعلمنا في المربعات اللي فاتت المخطط البتاع، يبقى 2 و2 4، 4 و2 6، يبقى انا هكتب من ايه؟ 6. طيب هنا برضو هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2، خلاص؟ 2 و2 4، 4 و2 ها 6. طب 6 زائد 2 بعد 6 7 8،
بعد 8 زود على 2 9 10 يبقى اكتب هنا ايه 10. طبعا ما ينفعش ان انا اعد، مع ان انت ممكن تعد وتبقى سهله بالنسبه لك، تبقى تعد وتطلع الناتج سهل ماشي، بس هو المفروض احنا نعد كل مره 2 ب2، مع ان ما ينفعش اعد واحد بواحد، ده بتاع كي جي 1 وكي جي 2 وكي جي كي جي كام كي جي 4 باين ولا ماشي. يلا هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2. لا حل تاني؟ ايوه لا حل تاني. مين اللي ملواني؟ اقول لك حل تاني يا عم الحاج، هنعد دولت الشرابات ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا ادي 2 وادي 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 2. عايزك تعد براحتك، 2 و2 4، 4 و2 6، 6 و2 8، 8 و2 10، 10 و2 11 12، 12 و2 13 14. بعد كده زود عليهم 2 بعد ال 14 15 16. قام كاتب هنا ايه 16. هنا برضو 2 و2 4، اعمل بالقلم كده 4 و2 6، 6 و2 8، 8 و2 10، 10 و2 بعد 10 11 12، بعد ال 12 13 14. يبقى هنا هكتب كام 14. يبقى انا عايزك تحل الحاجات دي لوحدك عشان تبقى شاطر، من غير ما طبعا ما ماما تحل معاك ولا بابا ولا اي حد ماشي، عشان تطلع ايه تطلع الاسانسير. امشي يلا.